اداره النادي الاهلي والقرار اللي اتخذه وزير الرياضه بتعيين نفس هو الاهلي. وزاره الرياضه هي سبب الحل، لان كانت تعلم ان المجلس ده الانتخابات قامت على عوارض، المجلس ده ملوش ذنب، ملوش ذنب، وهو اتظلم زيه زي المجلس السابق. يعني هم عايزين يضربوا المجلس الحالي والمجلس السابق ببعضهم، يقولوا المجلس السابق هو السبب. لا، السبب ان المجلس السابق قال ان الانتخابات دي مش سليمه، وان انتوا عينتوا لجنه مش من المستشارين في توقيت غير رسمي، مع امور اخرى بقى ساعدت على ان المجلس ده يتعرض لهذا الموقف اللي ملوش ذنب فيه، المجلس الحالي ملوش ذنب فيه. طب مع نهايه فتره التعيين شايف مين افضل حد ممكن يتولى الرئاسه؟ لا خلاص، الوضع القائم هو ده افضل حال. بتكلم بعد ما لما يبقاش تعيين بقى، يبقى انتخاب على طول. في الانتخاب شايف مين افضل حد ممكن؟ والله كل واحد يدافع عن نفسه، انا ما انا بمسكش اعلمه لاحد، لكن شعبيه الخطيب طبعا جارفه، لو نزل هيكون لها اعتبارها، المجلس ده له انجازات لو نزل هيكون لها اعتبارها، فما تقدرش ترجح الكفات. وكل واحد ويسوق نفسه ازاي. افضل لاعب مصري على مدار التاريخ؟ على مدار التاريخ هقول لك خمسه. لا ما ينفعش، لان كل واحد بآليات عصره. في وقت ما قالوا لنا حسين حجازي انا ما شفتوش، في وقت ما قيل ان كابتن رفعت الفناجيلي، انا بحب صالح سليم، فممكن اقول لك صالح سليم. صالح سليم قال لي لا رفعت، واخد بالك؟ ها؟ مين هم الخمسه؟ ممكن تحسب الشاذلي اعظم هداف في تاريخ مصر، ها؟ ممكن تحسب طبعا الخطيب. الخطيب بالمعايير الموضوعيه هو اللي خد الجايزه على مستوى افريقي، محدش غيره خدها. لما جه الكابتن ابو تريكه عمل نظام جديد، لما لقوا اتظلم مع ايدابيور، ايدابيور الاول وكان ابو تريكه هو الجدير بيها، لان ايدابيور محترف في انجلترا، في افريقيا بتنحاز للبشره وتنحاز للاحتراف الخارجي، فراحوا عاملين جائزه احسن لاعب للموجودين داخل افريقيا وجائزه احسن لاعب على الاطلاق، فخدها ابو تريكه مرتين. لكن ابو تريكه ما تقدرش تتجاهله في افضل لاعب في افريقيا. كابتن عمرو ابو جريشه تحسبه ازاي؟ حاجه من الحاجات النادره الفذه. الكابتن مصطفى رياض تحسبه ازاي؟ الكابتن حسن شحاته اللي خدها، بس خدها عن قاره اسيا لانه كان بيلعب في الكويت، تحسبه ازاي؟ فتقول ابو جريشه والخطيب وابو تريكه وحسن شحاته واخرين والشاذلي واخرين وكابتن حسام حسن، تحسبه ازاي؟ ما خدش القاب على مستوى افريقيا، تحسبه ازاي؟ طب وحاليا؟ دلوقتي الموسم ده اكتر واحد لمع وقدر يخطف الابصار رمضان صبحي، اكتر واحد له تاثير على فريقه حسام غالي، اكتر واحد منتج. انت تتصور ان انا بقولهم كلهم من النادي الاهلي، بس هو السنه دي هم كده، مؤمن زكريا، واخد بالك؟ يقابلهم الموسم الماضي كان عمرو جمال وباسم مرسي، عمر جمال وباسم مرسي من الزمالك. مؤمن كان قدام النادي الاهلي قبل ما يروح الزمالك، ليه الاهلي ما فكرش؟ والله هو حصل تاخير، يعني كان المفروض ان الاهلي هيستردوا من اعاره من امبي، بس الفرقه كانت وقتها في جنوب افريقيا، فالكابتن هادي دي روايه الكابتن هادي ليا، قال للمؤمن لما ارجع في الوقت ده دخل الزمالك وخلص، وساعات اللعيب يبقى يقول لك عصفورهم في اليد، انا مش عارف يرجعوا من جنوب افريقيا يقولوا له ايه. طيب رمضان صبحي شايف ان هو يكمل ويستوي شويه هنا ويخرج بقى يحقق النجاح؟ يعني محمد صلاح استوى في الدوري المصري الاول، النني استوى في الدوري المصري الاول. الدوري اللي شايف الدوري اللي ليه رمضان صبحي؟ ايه؟ الدوري اللي ليه رمضان صبحي؟ لا، الدوري اللي ليه رمضان صبحي اسبانيا، هو ما ينجحش في انجلترا، انما لو في اسبانيا ولا في ايطاليا اعتقد ينجح جدا. حقيقة في ما تردد ان محمد صلاح كان معروض على الاهلي ورفضوا اوباميانج؟ لا مش رفضوا الاهلي، ده انا رحت بنفسي انا وسيد عبد الحفيظ وكان عنده 17 سنه، رحنا المقاولين العرب قالوا لا سيبوا لنا سنه ولا اتنين
وبعدين خدوه في الوقت ده كان عمل كده والناس شافته وطلع بره. اوباميانج هو شوف اللعيبه الافارقه كلها اللي جت مصر اتعرضت على الاهلي الاول بس بالاخر كده بقى مفيش لعيب افريقي دخل مصر ما اتعرضش على الاهلي الاول. الراجل ده ما لعبش في مصر هو اتعرض يعني اتعرض في وقت ما وما جاش. مين اللي رفض؟ معلش بقى اجهزه فنيه، ما في ناحيه فنيه، في ناحيه فنيه، الاجهزه الفنيه اللي فنيا هي اللي عندها الفيتو، هي اللي تقول اه. طب الراجل حاليا متالق في بروسيا دورتموند وجاله عروض من اكبر انديه في اوروبا، ده يدل ان مفيش عين كويسه؟ لا مش مفيش عين، ظروف. يمكن وقتها كان النادي الاهلي مش محتاجه. يعني التوقيت اللي بيتعرض عليك فيه اللاعب مهم جدا. يعني انت في وقت ما لو اتعرض عليك راس حربه موجود في لافيو، لا في لافيو كان افضل من اي حد. سيبك بقى انه في انجلترا ولا في لافيو، ده لو موجود في اي دوري باللي عمله ده لا يكسر الدنيا، لانه بيلعب بالهيد كمان. خلي بالك الدوري الانجليزي معظم الهدافين اصحاب الراس الذهبيه. لا قضية ما كانش ينبغي انها تصار، وكان لو في عقل داخل المنتخب كان امتصها في ساعتها، كان امتصها في ساعتها. مين السبب في المشكلة؟ معرفش. اصل انت عشان تحكم لازم تكون موجود. يعني اللي فهمته ان حسام غالي سمع لفظ ضايقه، واللي فهمته ان اللفظ ده ما كانش بيتقال على لعيبة الاهلي، بس الحقيقة فين الله اعلم. معلش هو هنا بقى انتصار لفكرة انا هنصر لاعب على الجهاز الفني يبقى كده لازم امشي الجهاز الفني، يبقى خلي الجهاز الفني بقيمته وبعدين نحل المشكلة. افضل مدرب اجنبي لمصر؟ هقول لك ثلاثة ورابعهم مارتن يول، وكلهم في الاهلي مش عايز مناقشة. يعني هيدوكوتي جه غير طريقة اللعب، الزون ديفنس والهجمة المرتدة والتكتيك والضغط على الخصم. جه فايسا علمنا طريق 3-5-2، تكتيك عالي جدا متوازن دفاعيا وهجوميا. جه بقى المعلم جوسيه علمك كل حاجه. الان مارتن يول اذا كمل كده يسر تاريخا جديدا. فرق ايه مارتن يول عن المدربين الاجانب التوالي المهمه؟ هو في ميزات جوسي انه مسيطر وحاسم، لكن جوسي كان بالخوف والحب، ده بالود والاحترام، وبياخد نفس القرارات، فالاثنين مسيطرين على اللعيبه كل واحد باسلوبه. اللاعب اللي انت كنت تتمنى ان تكون من الاهلي وما نجحتش؟ مش ما نجحتش، هو انا كنت جايب واضم الاهلي بعدين الزمالك خده، عمرو زكي. الوكيل بتاعه نزل القاهره بدل ما يجي عليا طلع على الزمالك، فتاني يوم لما جالي قلت له لا خلاص بقى انت رحت الزمالك، وقال لي طب ما تدوني وتاخد ابو تريكه. قلت له الكلام بقى انت جاي تلاوعني ومش جاي، انت ارتبطت وانا عارف انت ادوك شنطه وفيها فلوس شكلها ايه، كنت سهران في الحته الفلانيه معاهم، فانت ما جيتش عليا، انت رحت على الزمالك وانا اللي جاي، انا اللي قايل لك تعال. فخلاص هو قال لي ما احنا لسه ما خلصناش. قلت له انا ما باخدش مزاد مع حد، انت جاي عليا اتفقنا قبل ما تيجي هنخلص بالطريقه دي، عندك استعداد تخلص بيه؟ قال لي لا الوضع اختلف. كان جاي ما هو كان رغبته معايا، كان جاي ان هو اخده عرب 350 الف استرليني كويس او يورو عرب مده سنه بنيه البيع، فلما جه قال لي لا ابيعه. قلت له انت اتفقت خلاص مع الزمالك عليه. اللاعب طبعا يعني هو اللاعب كان جاي لي، بس لو انا مش هاخده هيقول لا ما نزلش مصر، هيروح الزمالك بس. عوده الجماهير يا ريت، بس دي مسؤوليه كل الاطراف بما فيها الجماهير، يعني ما ناخدهاش عند. يعني هو الامن عايز ايه؟ عايز جو هادي ما فيهوش شغب. النادي عايز ايه؟ عايز جمهور كبير بيشجع بطريقه جميله. من مصادر الشغب الشماريخ اللي بيعتبروها من طقوسهم، الهتافات اللي احيانا بتخرج عن النص اللي بيعتبروها حقهم، وده مش من حقهم انهم يسيئوا لحد.
فانا مع عوده الجماهير لان هم شباب عبقري بيعرفوا يعملوا دخلات بيدوا بهجه لل. ولما بقول على الجماهير مش عايز الالتراس بس، عايز الالتراس يبقوا جزء من المشهد مش كل المشهد. مجلس الاهلي اعلن من فتره قريبه الميزانيه وقال ان هي دي اعلى ميزانيه في تاريخ النادي الاهلي. الارقام اللي فيها موجوده بس لا تنسب الى هذه الميزانيه وحدها. يعني وهذا ليس هجوما او دفاعا عن احد، لكن في تركيبة الميزانية نقدر نقول لما شفتها هم قالوا ان احنا جينا لقينا 280 الف جنيه، هذا حقيقي. بس اللي مش حقيقي ما تقالش ان كان في 65 مليون جنيه مستحقات للنادي الاهلي عند اطراف من الاهرام، منها وزارة الشباب، منها الاتحاد الكورة واتحاد الاذاعة والشركات البث. تم تحصيل هذا الكلام في عهد المهندس محمود طاهر. كان في 13 مليون جنيه ماضي عليهم العمري فاروق علشان تشطيب مبنى الاسكواش، مبنى الاداره المجمعه، ها اتعطلوا بعد كده واتصرفوا في عهد المهندس محمود طاهر والمهندس خالد عبد العزيز، فاتخصموا من هنا ودخلوا هنا. في 98 مليون جنيه وديعه باسم تحصيلات لصالح الشيخ زايد من المجلس القديم، اتفكت واضيفت الى المجلس الجديد. فهي فلوس جوه النادي الاهلي اتحركت بطريقه ما اضافت زخم على حساب ميزانيه سابقه. فالميزانيه ما بنقولش انها مش موجوده، موجوده بس ما هياش باديه من الصفر. هي باديه فيها حوالي 150 مليون جنيه من موجودة من المجلس القديم، وهو تطور طبيعي لان انت كل ثلاث سنين على الاقل بتتضاعف القيمة بتاعة التسويق والرعاية. يعني من 75 او 80 بقت 150 في عهد الكابتن حسن، من 150 بقت 238 مع المهندس محمود طاهر. هذا تطور طبيعي، لكن نجاح استمرار لاسم النادي الاهلي وقيمته التسويقيه. اتوقع التجديد الجاي من 400 ل 500. يعني المجلس يستطيع ان يحصل من 400 ل 500 من اسم النادي الاهلي في حق الرعايه، ويستطيع ان يحصل في البث التلفزيوني على ضعف ما يحصل عليه الان.